هذا سائل يقول: هل عيسى عليه السلام حي أم ميت؟ رفعه الله إليه، هو حي ينزل في آخر الزمان ولا يموت إلا بعد أن يأتي ويحكم بشريعة الإسلام ثم يموت ويدفن. قيل يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل يدفن في مكان آخر. وإن من أهل الكتاب، يقول الله جل وعلا في عيسى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته الضمير يرجع إلى الكتاب قبل أن يموت يؤمن بالمسيح، أو يرجع إلى عيسى قبل موت عيسى عليه السلام، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المهم أنه دل على أن عيسى يموت قبل موته، يموت في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. نعم.